ما هو الفرق بين الطقس والمناخ؟ يخطئ البعض في التفريق بين مصطلحي المناخ والطقس، ولعل هذا يعود للارتباط الوثيق فيما بينهما، حيث يمكن تعريف الطقس بإيجاز على أنه الحالة السائدة في الخارج في أي يوم كان، سواء كانت درجة الحرارة 24 درجة مئوية والجو مشمس، أو درجة الحرارة ناقص 6 درجة مئوية مع تساقط كثيف للثلوج. أما المناخ يعرف بأنه الحالة المتوقعة للجو في وقت ما، والذي يعبر عنه بمتوسط طقس معين في الزمن والمكان. وعلى سبيل المثال، قد يتوقع المناخ سيادة جو حار ورطب في شهر يوليو في مناطق الجنوب الشرقي، أو تساقط كثيف في الثلوج في شهر جانفي في مناطق الشمال الشرقي، حيث قد يحتوي سجل المناخ المتوقع على بعض القيم القصوى، سواء كانت لمعدلات الأمطار أو لدرجات الحرارة. وبالتالي يعبر المناخ عن التغيرات التي تحدث على قيم متوسط الطقس اليومي لفترات طويلة، وذلك لاحتمالية تغير الطقس بين دقيقة وأخرى، ومن يوم لليوم الذي يليه، وحتى من موسم لآخر. أولا، ما هو مفهوم الطقس؟ يمكن تعريف الطقس بأنه الحالة اليومية للغلاف الجوي، وأي تغييرات تطرأ عليه أثناء مدة قصيرة نوعا ما تتراوح بين بضعة دقائق وعدة أسابيع. إذ يشكل مفهوم الطقس وتقلباته اليومية مزيجا بين كل من قيم درجات الحرارة، معدلات الرطوبة، كثافة الغيوم، مستوى الرؤية، وتحركات الرياح. وتحدث معظم التغيرات في الأحوال الجوية في طبقة التروبوسفير من الغلاف الجوي الأقرب لسطح الأرض، مما يؤدي لحدوث تغيرات في الطقس في كافة أنحاء العالم، وخلال مدة زمنية تتباين من عدة دقائق وصولا لعدة أسابيع. مفهوم المناخ: يدور مفهوم المناخ حول وصف حالة الطقس على مدى فترات طويلة، وذلك عكس مفهوم الطقس الذي يعبر عن التغيرات قصيرة المدى الحاصلة في الغلاف الجوي. إذ تستخدم مصطلحات درجة الحرارة أثناء موسم معين، شدة الرياح، وحتى كميات الأمطار والثلوج المتساقطة لوصف المناخ في منطقة معينة في موسم ما. يدرس العلماء معدلات هطول الأمطار ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة وكمية أشعة الشمس وغيرها، الكثير من المفاهيم التي يقيسها الطقس لمدة طويلة من الزمن لغاية النظر فيها والحصول على متوسط لها، مما يتيح لها وضع معايير عامة للمناخ، حيث تساعد هذه المعايير في وصف مناخ معين لمكان ما، إلى جانب إتاحة القدرة على توقع الأيام التي يكون الطقس فيها الأبرد أو الأكثر حرا خلال السنة. وعلى الرغم من ذلك، لا تستطيع هذه التوقعات أن تقدم وصفا دقيقا لحالة الطقس في أي يوم معين. ولتقديم الفكرة بشكل مختصر وأكثر وضوحا، فالطقس يساعد في تحديد ما يرتديه الأفراد في يوم معين، بينما يقدم المناخ معلومات حول نوعية الملابس التي لا بد من تواجدها في الخزانة في تلك الفترة.